أهلا وسهلا بكم من جديد، ولمتابعة المزيد من التفاصيل حول الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية في المناطق التي تقع تحت سيطرتها ينضم إلينا الصحفي الأستاذ وليد الشعوري. أهلا وسهلا بك أستاذ وليد. حياك الله أخي العزيز، وأحييك وأحيي جميع السادة المشاهدين. أستاذ وليد، الميليشيات الحوثية تقوم بتمييع القضية وإيهام الناس بأن الشهيدة ختام توفاها الله بسبب مرض ألم بها أو كانت مريضة عندما اقتحموا المنزل ولم يتم الاعتداء عليها. نريد أن يعني نبين للناس الحقيقة والحقيقة كاملة، خاصة وأنت يا أستاذ وليد تقطن في منطقة قريبة أو في قرية قريبة من المنطقة التي حدثت فيها الجريمة، حدثنا بالتفاصيل. طبعا أخي العزيز، في البداية لابد من التوضيح، هذه الجريمة النكراء التي قامت بها ميليشيات الحوثي. نعم. وحينما قام المشرف الحوثيين في مديرية العدين المدعو شاكر الشبيبي الملقب بأبو بشار، هذه الجريمة البشعة حدثت بعد يعني في الساعة الرابعة فجرا. داهمت ميليشيات الحوثي منزل الأخ محمد مقبل العشاري زوج الضحية حسام العشاري، وهو غير متواجد في المنزل، وقاموا باقتحام المنزل وتطويقه بالمسلحين ونشر المسلحين جوار المنزل وفي الحي بالكامل. نعم. ودخلوا إلى منزل محمد العشاري واعتدوا على زوجته بالضرب حتى فارقت الحياة، يعني في جريمة هزت اليمن بأكمله لما تحمله هذه الجريمة من قبح واعتداء سافر تتعارض مع القوانين ومع الأخلاق ومع الأعراف القبلية ومع كل القيم الإنسانية. نعم أستاذ وليد، الحوثيين لم يكن هناك أي أسباب لاقتحام المنزل والاعتداء على الضحية. نعم. ولا يوجد هناك أي مبررات. حاول الحوثيين صناعة يعني تلفيق تهم لزوج الضحية أنه مطلوب لديهم، مع العلم أن الأخ محمد الحمية محمد العشاري. نعم. تم اعتقاله مسبقا لدى الحوثيين وقاموا بتعذيبه وحتى أصيب بحالة نفسية، وهو الآن يعاني من حالة نفسية نتيجة التعذيب. نعم. والتي تلقاها في معتقل الحوثيين. طيب أستاذ وليد، لنفترض بأن هناك مبرر، يعني لنفترض أن هناك سبب لاقتحامهم المنزل، هل يعقل بأننا كيمنيين نقوم يعني الدخول إلى منازل يوجد فيها نساء وأطفال وفي الرابعة فجرا؟ يعني هل يعقل هذا يحدث في بلادنا؟ منذ متى واليمنيين يقومون بمثل هذه الانتهاكات التي لا ترضي يعني أي أحد داخل اليمن أو خارج اليمن؟ هل يعقل بأننا وصلنا يعني في الدناءة إلى هذا الحد؟ يعني هل الميليشيات الحوثية لهذه الدرجة لم تعد تحترم يعني حرمات البيوت أو النساء والأطفال داخل البيوت؟ أنت تقول أن اليمنيين لا يعقل أن يقوموا بهذا العمل، وأنا أؤكد لك أن هذا الكلام هو كلام صحيح، لكن الحوثيين ليسوا يمنيين، وهم سلالة عنصرية تمتد سلالتها يعني إلى يعني منذ 1000 عام تقتل اليمنيين وترتكب أبشع الجرائم بحقهم. نعم. دون مراعاة لأي حرمات انتهكت هذه الجماعة، لم تبقي على أي مقدس لدى اليمنيين. نعم. قتلت اليمنيين، نهبت ممتلكاتهم، أهدرت كرامتهم، استباحت اليمن أرضا وإنسان، لم تراعي. ولا يعقل أن يقوم بهذا العمل شخص يعني شخص يدعي أنه ينتسب إلى اليمن إطلاقا. لذلك هذه الجماعة ليست يمنية، وهي دخيلة على اليمن ودخيلة على المجتمع اليمني. المجتمع اليمني يحمل أعراف وقيم وتقاليد، ويجرم مثل هذه الأمور، يجرم أن يتم ارتكاب جريمة بهذا الشكل، يتم مهاجمة منزل لا يوجد فيه سوى امرأة وأربعة من أطفالها، ويتم الاعتداء عليها ولا يوجد أحد في البيت. هذه الجريمة لم يقم بها إنسان. أنا
يعني أجزم أن هؤلاء الناس ليس فيهم دم ولا نخوة ولا كرامة. وحتى لو كان زوجها يعني فلنفترض أنه كان كما قلت مطلوب لديهم، فلا يوجد يعني فلا يوجد مبرر أن يهاجموا البيت في هذا الوقت. نعم. من وحتى وإن وصلوا إلى البيت لم يجدوا أحد، لا يوجد مبرر أن يعتدوا على امرأة. نعم. امرأة يعني هذه لم تحدث إلا في عهد الانقلاب الحوثي، لم تحدث مثل هذه الجرائم إلا في هذا العهد في هذه الفترة التي تسلطت الميليشيات على رقاب اليمنيين. نعم. وأهدرت كرامتهم واستباحت كل شيء لديهم. نعم أستاذ وليد، يعني منظر ولدي الشهيدة ختام وهم ينامون على جثمان والدتهما، يعني هل المنظر هذا يعني لم يؤثر في قبائل العدين، في القبائل المتواجدة هناك في المنطقة التي حدثت فيها الجريمة؟ يعني ما موقف الأهالي مما جرى من يعني من جريمة يندي لها الجبين أو يعني يدمي لها القلب؟ لماذا المواطنون لا يوجد لديهم أي رد فعل، يعني أو أبناء المنطقة هناك أو القبيلة أو القرية المتواجد فيها الجريمة، لماذا لا يوجد رد فعل حتى الآن؟ للتوضيح أخي العزيز، مديريتي الحزم والعدين منذ انقلاب الحوثيين وفي العام 2016 نعم. كانت هناك انتفاضة في مديريتي الحزم والعدين. نعم. ضد الانقلابيين بالفعل، وكان القبائل مواقف مشرفة في التصدي لمشروع السلالة، ومحاولة القبائل كانت في تلك الآونة لمنع السلاليين من دخول المديريتين، وحصلت مواجهات استمرت لأشهر، وتم يعني تلقت ميليشيات الحوثي خسائر كبيره في تلك المديريتين الحزم والعدين. نعم. وقتل الكثير من قادتها من ضمنهم المشرف الحوثي ابو عقيل السالمي. نعم. وغيره من القيادات. طبعا موقف القبائل هناك في الحزم والعدين منذ لم يكن من اليوم، وانما من العام 2016، وتصدوا لميليشيات الحوثي لولا أن هناك كان نقص في الإمكانيات وخذلان من الجهات المعنية. نعم. وإلا لم يتمكن الحوثيين من دخول تلك المديريتين. نعم. وظلت طبعا بعد انسحاب المقاومة من المديريتين أمعنت الميليشيات في ارتكاب أبشع الجرائم، قامت بتفجير المنازل واختطاف الناس وقتل الأبرياء إلى منازلهم، وانتهكت كل الحرمات وانتهكت كل الأشياء في المديريتين انتقاما من موقف القبائل في تلك في الحزم وفي العدين. نعم. في أمام جريمة مقتل الشهيدة ختام العشاري، الجميع رافض، يرفض مثل هذه الاعتداءات والتصرفات الهمجية والانتهاكات الجسيمة والاعتداء على الأعراض. وهناك ردود أفعال كثيرة، لكن الحوثيين يستخدمون القوة ويستخدمون القوة المفرطة لإرهاب الناس. نعم. كما تعلم حاول الحوثيون تغيير شهادات يعني في مسار تميع القضية. الحوثيين يعملون بكل إصرار على قمع الشهود ومحاولة إجبارهم على تحويل ما أدلوه من شهادات في هذه القضية، ومنعت الأهالي من تنظيم وقف احتجاجية تندد بهذه الجريمة البشعة. نعم. وطردت يعني منعت تخيل حتى الشخص محمد الهناهي الذي قام بإسعاف الضحية قبل أن تفارق الحياة، قاموا بالأمس اختطاف أيضا. نعم. هذه الجماعة لم برغم أن القبائل هناك لديهم يعني موقفهم واضح من هذه الجريمة، لكن كما ذكرت لك سبق وأن قامت مواجهات واشتعلت المقاومة هناك. نعم. ومن الصعب أن تكون هناك انتفاضة جديدة بعد أن
توغل الحوثيين وقاموا بتشريد الكثير من المقاومين لهم وبسط نفوذهم وسيطرتهم على المديريتين. نعم. إذا أعزائي المشاهدين الكرام كان معنا عبر الهاتف الصحفي الأستاذ وليد الشعوري، شكرا جزيلا لك.